بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم في قناتي توب كوين 2018. اليوم اشرح لكم السحب الجزء الثاني من سحب موقع كريبتو تاب، ليس موقع وانما متصفح كريبتو تاب كجوجل كروم او فايرفوكس او لاخره من المتصفحات كاوبيرا الى اخره. هو كريبتو تاب، كريبتو تاب تتصفح المواقع وتعدن فيها البيتكوين كما نلاحظ في الفيديو. نعم هكذا تدور، تتصفح تدور تفتح عدة مواقع. هنا كريبتو تاب تعدن البيتكوين وعدة مواقع أخرى. هو البيتكوين يدور كما تلاحظون هكذا. اليوم أن أشرح سحب مباشر للبيتكوين، مبلغ السحب كما هو معترف به في كريبتو تاب المينيموم الأدنى هو 0.0001 بيتكوين. أنا جمعت أكثر من 0.01، يعني 0.011 بيتكوين. هو السحب هكذا، اضغط على روتيري او اسحب كما تلاحظون روتيري هكذا. هو مبلغي هكذا، اضع المحفظة، اردت ان اسحب مباشرة في المنصة، منصة كيكوين. اتي بمحفظة البيتكوين في الكيكوين وهكذا اسحب واضع المحفظة كما تلاحظون هكذا وأضع المبلغ. أنا عندي مبلغ 0.011، أسحب 0.0004 بيتكوين. نعم هذه محفظتي وهذا هو المبلغ، وسيأتيني إيميل إلى الجيميل يؤكد السحب في منصتي في الكيكوين، وسأريكم أيضا دخول المبلغ إلى منصة كيكوين. مبلغ 0.0011 بيتكوين وأتداول بها مباشرة. نعم إنه موقع صادق والسهم مباشر كما ترون. هذا هو إجراءات عادية الكاباتشا. نعم إجراءات الكاباتشا نورمال. نعم سحب عادي، عادي جدا. هذه جدا. هو السحب قد تم، تم السحب مباشرة كما نرى، وسيتغير هذا المبلغ حوالي 6 ساعات. سأوقف الفيديو وأرجع لكم مباشرة لأتم الفيديو ونلاحظ عملية السحب مباشرة. ستنقص هذه الكمية، تنقص 0.0011 وتأتي هذا المبلغ ويعيد التعدين. كل ما تصفحت كريبتو تاب كل ما يزيد المبلغ، ودون أن ننسى تحميل رابط تحميل من الفيديو أسفل الفيديو لكي تعم الفائدة ويزيد التعدين بيتكوين. هكذا.
تفتح كل ما يزيد، كل ما تفتح كل ما يزيد العدد المبلغ المعدل. أنا سأكمل عملية السحب. أردت أن أسحب مبلغ زهيد وهو المبلغ الأدنى 0.011 0.0011 بتكمل لكي أجرب. نعم، إنها المرة الأولى للسحب وهي مباشرة. نعم، أنا سحبت هذا المبلغ حوالي 6 ساعات سأجده كما قلت لكم. هكذا، ها هو المبلغ قد ذهب. نعم، ذهب المبلغ. نعم، أصبحت عندنا حوالي 4 5 6 6 أصفار. نعم، ما هو الإيميل؟ إلى إيميل كيكوين، هو الإيميل جيميل، والمبلغ 0.0011. نعم، ها هو المبلغ، مبلغ السحب. جاءني جيميل يؤكد السحب، وسأراها في منصتي في الكيكوين. مبلغ 0. هذا المبلغ نفسه. نعم، المبلغ الذي نقص في كريبتو تاب في المتصفح سأجده في المنصة 0.0. هو مبلغ زهيد، أردت أن أجرب به عملية السحب للمرة الأولى، وإن شاء الله سأترك المتصفح يعمل. كل ما استعمل الكمبيوتر كل ما العملية تزيد، وأزيد عملية السحب. نعم، كما تلاحظون مباشرة هي هكذا. إذن عملية بسيطة وسهلة، واستنتجت أن الموقع صادق. وها هي، ها هو رابط، أرجو أن تحملوه ليستفيد الجميع. أنا عندي 6 أصدقاء، كل ما يزيد عدد الأصدقاء كل ما يزيد عدد التعدين هنا، ويزيد يزيد في مبلغ الأصدقاء، ويستفيد الجميع إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وقبل أن أنسى، هناك تأكيدات لعملية السحب. أعيد، ما هو كشوفات السحب، تواريخ السحب، ما هو السحب الذي قمت به. نعم، بكل البراهين موجودة هنا، يعني موقع صادق. ها هي تاريخ 15 ديسمبر، ومبلغ 0.0011، يعني العملية موثوقة وصادقة من موقع كريبتوتاب. نعم، أستعمله دائما، وموقع صادق والسحب منه موثوق. في بضع ساعات دخل المبلغ إلى منصتي وأتداول به وأجمع بعض البيتكوين. إن شاء الله سيزعد البيتكوين إلى مبلغ عالي إن شاء الله، ونستفيد جميعا إن شاء الله. وأرجو أن تعم الفائدة لكل الأصدقاء ونستفيد من بعض. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.